طبعا حسوي سلاش الكاكاو مثل ما قلت لكم، فراح استخدم الايس كريم اللي وقع. استغفر الله العظيم يا رب. الايس كريم اللي سويته بالوصفه اللي قبلها راح احط كميه، طبعا حسب الفلتر دون تحطون كميه، راح يطلع طعم اطيب. وراح احط عليه نص كوب حليب باودر، وهسه راح احط ثلج مكسر ناعم، وراح احط عليه كوب مال مي. هسه طبعا راح اخلطه. هسه طبعا شنو، راح اجيب جلاس واجيب صوص الكاكاو واحط بداخله بهذا الشكل. باي شكل يعني، اهم شيء مخربط، هو من يكون مخربط راح يكون احلى حلو. طبعا ورا ما خلطته راح اجي واصبه. قاعد تشوفون شلون قوامه صار كلش تخين، هذا بسبب كميه الثلج اللي موجوده بيه. وهسه الخطوه الاخيره نفس مرة 2 راح نحط عليه كريمه، وهذا الثاني. هسه خلصنا من هذا الخاشوقه، قاعد تشوفون شلون القوام مالته تخين كلش. نمو قاع. مرة ثانية. الكريمة اختيارية. لاحظوا لي هاي شلون هي. قاعد تشوفون الكريمة. وها. بس هيجي. والعافية وإن شاء الله تعجبكم. كلش طيبة، جربوها.